السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على سفيان المرابط، يعني سفيان المرابط وفيرنتينا يستبعد سفيان المرابط من الفريق، استبعده من بعده، ماشي قضيه معاقبه ولا حاجه، لا قضيه يعني اللعاب راه كيما يقول لك على الابواب، لعاب اللي راه رايح نادي اللي راه ينيغوسي معاه. هذه هي وقالت صاحبة الأس الإسبانية ناقلة عن وسائل الإعلام الإيطالية أن إدارة نادي فيرنتينا المنافس في الدور الإيطالي يعني من اللعاب المغربي سفيان المرابط واستبعده من القائمة الفريق الموسم القادم، حسب تقارير الأس الذي نقلتها عن صحيفة ديلو سبور الإيطالية. فإن النجم الأسود الأطلس الذي تألق بشكل لافت في كأس العالم قطر بات مطالب بالبحث عن فريق هذا الصيف بعدما قرر نادي استبعاده من مشروع الفريق. وأشارت المصادر ذاتها إلى خلافات المرابط المتعددة في غرف الملابس خلال الأشهر الأخيرة والشائعات المختلفة بشأن رحيله جعلت مجلس الإدارة يسأم من الوضع الحالي، خصوص أن العلاقة بين اللعاب والنادي منهارة بنسبة 100%. ما نعرف، احنا ما نعرفش، تعرف كيما محرز في الأهلي، محرز منا، محرز يا ودي محرز قال لكم قيلوني، يا ودي محرز قال لكم قيلوني، محرز على بالك بلي نتوما داخلين عليه محرز 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 وانتوما زعما ناس كاع، ومحرز يفوت الباكونس تاعو ولا يتريني ولا ما فهم ناس يتريني ولا ويسهل عليه. واحد تيبو يحلف قسما بالله محرز السعوديه، قسما بالله محرز منا، يا ودي الشيطان. هذه هي اللي خلات اشاعات بزاف، هذه وين تبين لكم بلي الناس اللي كانوا يديروا منه ويديروا في التصويره ويديروا من هذو كل اشاعات مازال ما بانت، خليها مازال ما بانت. وثاني باش يكون على بالكم فيرنتينا، الناس اللي تقول لك فيرنتينا ومنا وسوا، لا كاش منها. ولمحت من مشاركة سفيان المرابط مع فيرنتينا في الدور المؤتمر الأوروبي، وأكدت الصحيفة على أن نادي أتلتيكو مدريد يراقب وضعية النجم المغربي، خاصة مع رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب يمتلك قدراته الفنية والبدنية ما جعله يراقب تطورات علاقته بين فيرنتينا واللاعب، الذي يحظى أيضا باهتمام مانشستر يونايتد والأندية من المملكة العربية السعودية. ونقلت تقارير تصريح لنور الدين المرابط أكد فيه أن شقيقه سفيان يرغب في مواصلة مسيرته في أوروبا، ولكنه لم يستبعد التفكير في عروض المقدمة من أندية في الدور السعودي. ويصنف سفيان ضمن أبرز لاعبي الوسط المدافعين في يعني وسط الدفاع يعني وسط دفاعي في العالم، وقد ذاع صيته بصورة لافتة بعد تألقه مع المنتخب المغرب في نهائيات كأس العالم، ليرتبط اسمه بانتقال إلى برشلونة، وكان مرشح الانتقال إلى قلعة الكامب نو خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية قبل أن تتعثر الصفقة بسبب معاناة البرسا اقتصاديا. ويمتد التعاقد المرابط مع فيرنتينا حتى 30 جوان 2024، وتقدر قيمة السوقية ب 30 مليون يورو استناد إلى بيانات موقع ترانسفير ماركت العالمية. لعب يعني لعب على المكانة تاعو خويا، وين ما يروح يلعب، إمكانيات كبيرة جدا خويا، هذه هي لعب من عنده إمكانيات كبيرة. شوبير محرز غادي يروح للسعودية، هاي روح ورو له الطريق، ورو له الطريق يا ودي، مازال مكان والو، انا الشيطان والله والله ما نأمن انا يشوفو يتريني، انا نقولها لك يا ولدي خويا، لا صواقع ما نأمنش بيهم، نشوف كيما هكا، اذا انا على موقع انايا تاع اماراتي ولا قالت يبان وصايق، ولا نروح نحلف انايا وكلشي، وليتو تحلفو اكثر من الجوار، يا ولدي تقولو نتوما راكم داينو
تقول انتوما راكم داينهم هاد الجواره، تقول انتوما راكم قاودينهم وداينهم. قول له باللي نتمنى يلعب في ذاك النادي، نتمنى بصح ماشي تقول له رسميا انت سب باللي انت راك مقاوده وداينه. وكشفت صاحبها ان اداره نادي مانشستر يونايتد بدات تتحرك للتعاقد مع اللاعب وسط الدوري المغربي من فيرونتينا خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية. وأكد المراسل شبكة سكاي سبورت الألمانية فوريان يعني عبر حسابه في موقع تويتر أن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب المرابط ويخطط للتوقيع معه. وأضاف في هذا المرحلة المفاوضات ليست متقدمة لكن المحادثات الأولى قد حدرت بالفعل، منوه أن انتقال المرابط محتمل إلى يونايتد قد يصبح موضوع ساخن في وقت لاحق من السوق الانتقالات الحالية. وأكد هذا الصحابي أن اسم المرابط موجود أيضا على طاولة البايرن ميونخ الألماني لسوق الانتقالات قبل أن يستدرك، لكن لا شيء ملموس في هذه المرحلة. وارتبط اسم المرابط بانتقال إلى عدة أندية أوروبية هذا الصيف أبرزها برشلونة ميلون. وذكرت تقارير الصحيفة أن فيرونتينا يطالب بنحو 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات نجمه المغربي. سكاي سبورت الألمانية مصادر جاية من ما عرفت أنا، كما يقول لك فاني خوه كي تبقى تشوف خوه واش هدر. سبحان الله مش عارف. هذه صعيبه ماشي سهله، الله يسهل لي يعني. وين ما يروح اللعاب يعني يحوسوا اللعاب اضرب، يحوسوا على المشروع تاعهم، مشروع رياضي، يحوس وين يكون مرتاح، يحوس. هذه هي عايش يلعب لك تايا، يروح لك تايا عاود يلعب كبير. شو بير محرز شوبير بن ناصر يكون واجد في الكوب دافريك؟ لا لا ما يكونش واجد، لا لا ما يكونش واجد. برومي دو ماتش الاولى تاع كوب ديمون ما يكونش واجد، انا نقولكم لا ما يكونش واجد. لا ما غاديش يكون واجد خويا، اما نكذبوا على واحد صح، هذه زعما ماشي كذبه ولا حاجه، هذه حاجه تاع صح هي. جيب شي زعما غادي نجو نهضروا نقولوا بلي بن ناصر غادي يكون واجد في الكوب دافريك ويكون واجد في الدو ماتش، راكم غالطين صح. ونقولوا نكذبوا على روحنا ولا الناس يتخدم. اي الناس يتخدم، الناس ما عندها لعابه، الناس يجيب اللعابه، الناس يتخدم صاحبي. ناس والله ما يريق دار، أنا أقولكم ناس والله لا بيخدموا، ناس صايقهم يوجدوا كوب دافريكا وكان كوب ديمون دا، أقولكم وراكم غالطين أودي، إلا غلط، والله ما تخدمش، والله ما تخدمش، والله العظيم ما تجيب، ما تصور نقطة، يغبنوك لي زافريكا، لازم خدمة، ولا لك. يا راجل قلت لي غلط، قال لي حاسبها زعما رقد كيما الناس رقدت ما يجيبو كوب ديمون، ما يجيبو كوب ديمون، ما انت لي قال لكم اودي راه اللي عنده تلفزيون ولا اللي عنده البيان يعمر بيين، يعمر البين باش يتفرج، ولا لكم سافا غالطين، وخدمة برك.
تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم وصحيتو خاوتي.